في هذه الحلقة من برنامج حوارات نستضيف باحثا وعالم الشماع مثل حياته ومساره المهني لخدمة الكتاب والمخطوطات بالمغرب. وإذا ضيفنا بزاوية إسقال إحدى قرى الأطلس الكبير سنة 1956، تلقى تعليمه بالدار البيضاء والرباط، ثم رحل إلى فرنسا ليحصل على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا من جامعة السوربون. عاد إلى المغرب سنة 1984 ليلتحق بالفريق المكلف بوضع أسس مشروع مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، إحدى أهم المؤسسات العلمية والمكتبية بالعالم العربي. ساهم في إحداث مجموعة من المجلات المتخصصة كمجلة مقدمات، تتوزع كتاباته وأعماله بين الترجمة والتأليف في مجالات العلوم الاجتماعية والظواهر الثقافية، وهو عضو في مجموعة من المؤسسات الفكرية والتعليمية بالمغرب وخارجه. ضيف برنامج حوارات هو السيد محمد الصغير جنجار، عالم الاجتماع ونائب المدير العام لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، للحديث عن واقع الكتاب والثقافة بالمغرب وعن أهم التحولات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا. سلام أستاذ جنجار، مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا بك. شكرا لك لقبول الدعوة لأن احنا عندك. مرحبا بكم، هذه مؤسستكم. شكرا لك، بارك الله فيك. هذه مؤسسة اللي في طبيعة الحال كل شيء كيفتخر بها. سي جنجار مرحبا بك، وأخص مرحبا بنا عندك في هذه المؤسسة. هذه سي جنجار، في التقديم كنا تكلمنا على المسار ديالك البحثي وبأنك حاصل الدكتوراه من السوربون في الأنثروبولوجيا. شنو يقدر يغري واحد شاب مغربي آنذاك بأنه يأخذ المسار دياله وبأنه يصبح باحث؟ شنو يقدر يغري الشاب في ذاك الوقت في الثمانينات؟ والله في الثمانينات كان يبدو الأمر كأنه مسار طبيعي بالنسبة عندما تبدأ البحث ديال الدكتورة، تعتقد أنه بعد البحث الدكتورة ستتلوه يعني التدريس في الجامعة. وعادة سيصاحب التدريس في الجامعة يعني عمل بحثي متواصل، لأن كشفنا الأساتذة ديالنا، خصوصا أن كان عندك الأساتذة في الرباط وأيضا أساتذة كبار مثلا بحال الخطيبي إلى آخره. طبعا كلهم هادو أساتذة اللي أسسوا البحث الجامعي في حقل السوسيولوجيا، عرفناهم في الجامعة وأيضا حتى في الفلسفة وفي التاريخ وفي غيره. هادو كان جيل المؤسسين اللي لقيناهم في السبعينات، وكان هو النموذج بالنسبة لنا، نموذج طبيعي بالعودة ديالهم من فرنسا، يعني استقروا في الجامعة. طبعا احنا اصطدمنا بواقع اخر. شنو كان الواقع عندك في الثمانينات؟ واش كان شي مشكل من اجل انه ممارسه البحث العلمي؟ تحول كبير حصل في الثمانينات بطبيعه الحال. تعرفون ان هذا السياق هو سياق ديال ما يسمى برنامج تقويم الهيكلي، وإغلاق تقريبا التوظيف في الجامعات. وطبعا كل الباحثين اللي دخلوا على اساس انهم يلتحقوا بالجامعه وجدوا نفسهم يعني في اداره عموميه خاص وغيرها. فتحول المسار ديال الجيل باكمله طبعا من الحلم بالتدريس في الجامعه والبحث العلمي نحو مشاريع اخرى. وانا جابتني الاقدار للمشروع عنده علاقه بالبحث العلمي وعنده علاقه بالجامعه اللي هو المكتب. ما فضلتيش بانك تبقى انذاك في فرنسا وبانك تكمل الحياه ديالك وايضا حتى البحث العلمي؟ ما كانش كيدور في يعني في اعتقاد ديالنا حنا في ذاك الجيل بانه غادي نلقاو شي مشاكل، خصوصا ان النخبه كانت مازال ضيقه والطلب على التدريس في الجامعه مازال كبير، لان بدينا الديموغرافيه الطلابيه كتطلع، فما كانش منتظر انه غادي تحبسوا في الطريق. فاللي وقع هو العكس تماما. القدر شاء انذاك بانك تلتحق بواحد المشروع كان يلاه بادي انذاك، اللي هو المشروع ديال مؤسسه مخصصه للبحث العلمي والمكتبي في المغرب. هذه المؤسسة هي اللي غنكتشفوها الآن دابا، واللي أنت المدير نائب المدير ديالها منذ سنوات، اللي هي مؤسسة منذ التسعينات، اللي هي مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود. واش ممكن أنك تقدم لنا هذه المؤسسة هذه؟ والله هي مشروع يعني نادر ما كيحصل، من هو من صدف ولا من الفلتات ديال اللي تقدر تحصل في واحد اللحظة معينة في مسجد الملك عبد العزيز اللي تنشا في بداية الثمانينات. وتوجد انه في الفوق ديالو كاين مساحه كبيره في الطابق الاول اللي هي 750 متر مربع، مشروع ديال خزانه الملك عبد العزيز، غامض المشروع عليه، مكتبه دينيه، عليه مكتبه في العلوم الانسانيه.
والفريق اللي تشكل انذاك تقريبا ربعه الناس، يعني حنا ثلاثه اللي جايين من فرنسا، والسي عبد الفيلالي اللي مشرف على المشروع، سوغ دو ستارت اب شركه صغيره، شركه صغيره كتسكواط، يعني كتوجد في مقر مجيد، ما عندناش مكاتب، عندنا فقط مساحه. وبدا المشروع هكذا، كيف نخلق نواه مكتبه جامعيه رغم ان الجامعه خارج في الخارج، وتكون في مجال العلوم الانسانيه والاجتماعيه. هذا كله بالنسبه لنا نوع من انتقام من الزمن الطالب. غرجوا هذا النقاش هذا، وخصوصا بان غندخلوا الان المكتبه. ومرحبا بنا مره اخرى عندكم، وهذا النقاش هذا اخرى يعني غيكون متعلق بمجموعه ديال الامور، من بينها بطبيعه الحال الكتب والبحث العلمي في المغرب. كل فرح. تفضل سي جنجر. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم برنامج حوارات، والضيف ديالنا هو السي محمد الصغير جنجار، عالم اجتماع ونائب المدير العام لمؤسسه الملك عبد العزيز ال سعود للدراسات الاسلاميه والعلوم الانسانيه بالدار البيضاء. السي جنجار، قبيله كنا كنتكلموا في البرنامج، قلت بانك ايضا من اسباب الرجوع ديالك للمغرب من فرنسا، يعني حصلت على شهاده الدكتوراه من جامعه السوربون، قلتي بانه الرجوع ديال هذه المؤسسه هذه في بدايات ديالها كمشروع كان فيها واحد النوع ديال الانتقام، يعني انتقام بين قوسين بطبيعه الحال، يعني بانه نتيجه ندره الكتب وعدم توفرها عندما كنت طالبا في نهايه السبعينات وفي الثمانينات، خلتك بانك مخارط في هذا المشروع هذا ديال الكتب اللي هو هذه المؤسسه هذه، كيفاش؟ صحيح، لانه اعتقد انه كان احساس ديال كل الناس اللي اشتغلوا معنا بما على رأسهم السي عبد الفيلالي، لأنه كنا خريجي الجامعة المغربية يعني بطبيعة الحال في السبعينات، ولعل يعني الجزء الفقير في الجامعة المغربية آنذاك هو المكتبة، لاعتبارات عدة من بينها ضعف الوسائل والإمكانيات إلى آخره، وكان من يعني المسائل الكثيرة هو أنك كتطلب من شي حد يجيب لك كتاب من فرنسا، ولا يجيبوا لك من بلاد أخرى، أو فوتوكوبي ديال الكتاب، أو الفوتوكوبي. هذا كان متداول، لا يعرف ذلك هذا الجيل اليوم اللي بطبيعة الحال. ولذلك عندما كتدخل في مشروع بحال هذا اللي كيفتح لك آفاق ديال نبدأ من الأساس نأسسوا مكتب لا تستجيب لطموحات الجامعة المغربية وتطلعاتها وانتظارات الجيل اللي غادي يجي باش يشتغل، خصوصا في العلوم الإنسانية والاجتماعية بطبيعة الحال، في المجالات العلوم الحق الأمر مختلف. شحال ديال عدد الوثائق اللي موجودة في هذه المكتبة هذه وفي هذه المؤسسة هذه؟ الآن بعد تقريبا حوالي 40 سنة ديال العمل، يعني وصلنا لحوالي مليون وثيقة اللي كتجمع ما بين الكتب، المجلات، المخطوطات، الأرشيف التاريخي، يعني كل مكونات المكتبة الآن نحن في حوالي مليون. طبعا هذا ما هو إلا جزء، لأن الجزء الآخر هو لا مرئي، هو افتراضي، هو رقمي. وهما الاشتراكات الرقمية اللي بالملايين بطبيعة الحال، لأن ملي كتشترك في ليبوكي هذه الباقات الرقمية اللي كاينه دابا ديال الدوريات العلميه، فالامر كيصبح بالملايين. فالمكتبه ما بقاش تقريبا كنتحدثوا على الارقام، لان الامور ولات كثيره بزاف. سي جنجار، هناك العديد من الناس اللي كيكونوا مهووسين بالكتب، كاين اللي كيجمع الكتب، كاين اللي بانه عنده واحد العلاقه كبيره بالكتب. سي جنجار، انت الوظيفه ديال كل شيء ديالك هو رفقه الكتب، يعني صباح مساء انت رفقه الكتب، شنو هذا الشعور هذا اللي كيكون عند واحد وهو بانه محاط بالكتب بهذا الشكل هذا؟ صحيح، انه يعني باش، لان عدد من الشباب اللي دخل يشتغل معنا هنا من بعد واحد الوقت عام عامين ثلاث سنين غادر، لانه المكتبه ما كتوفرش شروط العمل اللي كاينه في جهه اخرى. هنا كيتطلب ان الواحد تكون عنده علاقه خاصه بالكتابه وبالمكتوب وبالكتاب بصفه عامه، وفي كل المكتبات المغربيه اللي كنعرفوها اليوم، اللي هي سواء النواه التصوب والخواص
واصبحت مكتبات عائليه مثل مكتبه عبد الله قنون، مكتبه الصبيحي، المكتبات المعروفه في المغرب هي كانت دائما لوفغ ديال ثمره ديال الناس كانوا كيحبوا الكتاب وكيجمعوا الكتاب بطبيعه الحال، والا ما تعملش في هذا الحقل نهائيا. سي صغير نجار، غنرجع معكم فيما بعد ايضا للكتاب والثقافه، ولكن يمشي واحد الموضوع اللي هو يؤرق بال المغاربه كمواطنين وايضا كحكومات، فهو قضيه التعليم. يعني بانه كنعرفوا دائما بان قطاع التعليم فهو دائما كان واحد المجال ديال محاولات اصلاح متعدده ولكن ديال اخفاقات ايضا متعدده. كنطرح عليك سؤال بحكم ايضا التخصص ديالك، بحكم ان عندك مجموعه الاصدارات في مجال التعليم وانت ايضا عضو في المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي، لماذا هذا المسار المتعطر للتعليم ولاصلاحه في المغرب؟ هو لا بد لي يعني معرفه والاقتراب من اسباب التعثر الحالي في العقود الاخيره ان نفهم يعني التكوين التاريخي ديال المنظومه التعليميه في المغرب. يعني باختصار نحن لدينا ثقافة ولدينا تربية بالمعنى الأنتروبولوجي في المرحلة ما قبل الاستعمارية، كنا كجميع الشعوب الزراعية القديمة التقليدية طبعا كنربيو بلادنا وكنعلموهم إلى آخره بالطرق ديالنا القديمة. التعليم المنظومة التعليمية الحديثة هي منتوج ديال الدولة الأمة الحديثة الذي ورثناه من الاستعمار، هو مدرسة نخبوية، مدرسة متعددة يعني فيها التعليم التقليدي، فيها التعليم الحديث، ليكول دي نوطاب، مدرسة الأعيان إلى آخره. هذا التعليم هذا خلى لنا نخبة قليلة، بحيث إلا خديتي مثلا الكتاب ديال السي القبلي على تاريخ المغرب ستجد أنه من اللي خرج الاستعمار في 56 كان عندنا 260 تلميذ مسلم اللي كاين في المدرسة العمومية. يعني في الخمسينات 260 56 1956 كان 260 ألف بالنسبة للساكنة اللي 10 المليون، النصف ديالها عنده أقل من 20 سنة، بمعنى أن عدد التلاميذ اللي كانوا في المدرسة هو 1.2% من ساكنة الشباب، بمعنى أن ما خلاوش المدرسة نهائيا، كان خصنا نبنيو مدرسة من جديد. التوافق اللي حصل في الحركة الوطنية هو أنه غادي نحملوا قطيعة مع الإرث الكولونيالي وغادي نبنيو مدرسة حديثة، ولكن بأي منطق؟ بالمنطق اللي كان معروف آنذاك عند الحركات التحررية اللي عرفناه في كوريا الجنوبية، اللي عرفناه في كوبا، اللي عرفناه يعني مدرسة عمومية تقطع مع الإرث الاستعماري وتنبني على المبادئ المعروفة الأربع، يعني مغربة وتعريب وتعميم، وبطبيعة الحال اللي يجعل المنظومة التعليمية الجديدة تنطلق. وبدينا بهذا المشروع، صوف كأن هذا المشروع سيصبح عرضة للتعثر مباشرة بعد أن اندلعت الاختلافات السياسية والصراعات السياسية في الستينات، وسيصبح المدرسة والمشروع هذا بالذات هو عرضة، هو في قلب الصراع، صراعات إيديولوجية سياسية، صراعات إيديولوجية سياسية الذي سيحدث قطيعة في سنة 1965، بحيث سنتراجع نهائيا عن هذا المشروع وسنحاول بناء عقيدة جديدة في المدرسة هي ليس تعميم التعليم ولكن خلق تعليم يعني كيفي ونوعي في النهاية نخبوي إن شئنا. وستظل يعني هاد المسيرة ديال التعليم متعطرة، يعني ما عممناش في الوقت المناسب، بحيث ملي جا الثمانينات دخلنا في نظام البرنامج التقويم الهيكلي اللي هو تقليل من الاستثمارات في مجال التربية والتعليم، مما سيجعلنا نتأخر حتى بداية التسعينات، وفي التسعينات عاد انطلق المشروع ديال التعميم بقوة. لكن اللي ما كيعرفوش المغاربة اليوم هو أن التعثر اللي كتعيشه في ثلاثة العقود راه هو يعني المشكلات اللي كتجرها معك بالنسبة للمستقبل. كيوقع تراكم في المشاكل. تراكم في المشاكل، كما كيوقع تراكم في الإنجازات اللي كتحقق. لو حققت إنجازات في الخمسينات والستينات كان ممكن اليوم يكون عندنا به. كنعطي دائما نموذج بسيط باش الناس تعرف. بنت عندها 6 سنين في 1965 في البادية. تصوروا انها قرات حتى للشهاده الابتدائيه ودخلت في 65 عندها 6 سنين. الان غتكون عندها حوالي 68 سنه وغتكون جده وغتكون كتقرا القصص بالفرنسيه والعربيه للاحفاد ديالها. الان اخر تقرير اللي دار يعني بيزا 2018 بين باللي التلاميذ ديال الثانوي نهايه الثانوي عندهم 15 سنه، العينه اللي شملها التقرير يعني نصفها 50% امهاتهم اميات. وهذا كيعطيك يعني التأخر اللي حصل
في التعليم في الستينات والسبعينات هو اللي كان أديه ثمنه الآن. كيف مصلحتي وكيف بحدود إمكانياتنا غادي نلقاو دائما مشاكل طالما لم نتجاوز هذا التراكم اللي وقع. التراكم اللي حصل يعني إذا كان وسط عائلي بأنه مثقف يقرأ وبأنه متعلم كتكون حدود كبيرة. ولذلك ملي غتقارن بالأردن وتقارن بفلسطين وتقارن بهذا تلقى رغم ضعف إمكانياتهم بالنسبة لإمكانياتنا الرأس المال الثقافي ديال الساكنة هو أعلى بكثير من الساكنة. يعني كما كيقولوا داء العطاء قديم يعني بأن المشكل فهو قديم. ولذلك التقرير الخمسينية كانت فيه واحد الجملة ربما ما انتبهوش لها المغاربة كثير اللي كيقول أنه لفهم مأساة المنظومة التربوية المغربية يجب العودة إلى تكونها الأصلي. كان سكون أبيل يعني بروبليم جينيتيك كان في الأصل في التكوين ديال المنظومة. لو عممنا رغم ضعف التعميم رغم أن المستوى ديالو ضعيف رغم أننا غادي نعملو تحت القيطون وتحت الخيمة إلى آخره رغم ذلك في نهاية المطاف التراكم اللي كان غادي يحصل كان غادي يؤدي بنا الرأس المال البشري أحسن من اليوم. وهذا ربما بأنه اللي كيفسر هذاك التعجب ديال المغاربة ملي كيشوفوا الدراسات كيلقاو مثلا بأن دول يا إما كانت في وضعية حروب يا إما بأن وضعية اقتصادية أقل ازدهارا من المغرب أحسن نظام تعليمي من المغرب. كيفما كان كل البلدان اللي عمت رغم ضعف التعميم رغم كل ما قد يشوبه لأن الرأس المال البشري ماشي ديال تخلق نخبة، نخبة راه من أسهل ما يكون الخلق ديالها وجميع مجتمعات العصور الوسطى كانت عندها نخب والمغرب حتى هو كانت عنده نخب، ولكن النخب ماشي هي المشروع ديال الدولة الحديثة، الدولة الحديثة كتعمم التربية. لأنك أنت مطالب بتعبئة ساكنة ديالك لخلق الخيرات وهذا كله كيطلب أنك الرأس المال الثقافي خصو يتوزع ولذلك التعميم كان ضرورة وهذا الذي لم نتوفق فيه نتيجة لظروف خاصة بالمغرب سياسية واجتماعية. من بين هذه الصراعات الإيديولوجية والسياسية اللي كانت فهي القضية المتعلقة باللغة يعني كنعرفوا بأنه جميعا بأنه كانت قضية التعليم باش من اللغة خصو يكون هل باللغة العربية هل باللغة الفرنسية بلغات أخرى. كيفاش كتشوف هذا النقاش هذا اللي هو قديم وليس جديد حول اللغة ديال التعليم في المغرب؟ كيفاش كتشوف هذا النقاش هذا؟ واش كنضيعوا الوقت أو لو فهو نقاش ضروري؟ هو لمدة طويلة يعني النقاش اللي كان هو نقاش على وضعية مطبوعة بالتعددية اللغوية ورثنا عندنا إرث يعني فرنسي بطبيعة الحال ديال المدرسة والأطور ديالها اللي هو بالفرنسية. كانت عندنا اللغة اليومية فيرناكولير لغتين اللي كنستعملهم اللي هو الدارجة المغربية والأمازيغية اللي كتستعملها الساكنة وكانت عندنا اللغة العربية اللي بدينا كندرسوا بها واللي هي اللغة الوطنية. النتيجة ديال هاد التعدد هو أنه كاين تقسيم العمل ما بين اللغات. كاين المغربي كيتكلم لغة العامية في مجال معين كيتكلم الفرنسية في مجال والعربية في مجال كما أنه تقسيم أيضا اقتصادي اجتماعي إلى آخره معروف شنو تدير بالعربية ملي تخرج بليسانس بالعربية وشنو غدير بالفرنسية ملي غتخرج بالفرنسية إلى آخره. هذا الوضع عشنا عليه تقريبا العقود اللي مضات كاملة. الآن يبدو أن خارطة اللغات في قيد التحول. كيفاش؟ قيد التحول ما نلاحظه هو أن اللغة مثلا الدارجة والأمازيغية اللي كان كيحشم الواحد أنه يستعملها كاين هناك نوع عودة القيمة أو يعني الوعي بقيمة هذه اللغة والشباب بدا كيتعامل معها تعامل آخر ما كيحشمش منها وكيعتبرها يعني من إرث يعني كيفتخر به وبدا هذا حتى عند الشباب المتعلم طريقة باش كيكتبوا بها باش كيتكلموا بها باش كيغنيوا بها إلى آخره وما بقاش ديك الحشمة من المشرق أنه لغتنا حنا ما كيفهموهاش بل أنهم كيفتخروا أنه يتكلموا بها. عندك أيضا اللغة العربية تقريبا أصبحت أنكي يعني مكتسب وانتشرت وأصبح الناس درسوا بها وكيقراوا بها والدليل على ذلك تأخذ المطبوعات المغربية في أي سنة غتلقى باللي 15% بالفرنسية 75% بالعربية يعني الآن الرواية كتكتب بالعربية الشعر كتكتب بالعربية يعني المغربي يعبر باللغة العربية ويتقنها. وبقدر ما تزاد هذا الانتشار العربية كيضاء الفرق ما بين الدارجة وما بين العربية هذاك يعني الجاب هذاك الفارق اللي كيكون ما بين الدارجة اللي هو موجود عند اللبنانيين المصريين غادي يولي عندنا تحنا وغادي نوليو طبيعيين. اللي كي الجديد وهو الشباب بدا كيستعمل اللغة الإنجليزية
واللغة الإنجليزية من لا شك فيه أنها ستأخذ المكانة ديال الفرنسية شيئا فشيئا تدريجيا، خصوصا في مجال لغوشيرش البحث العلمي، في مجال قطاع الأعمال والمال والمشاريع وغيرها. وعند الشباب الناشئ الآن اللي نشأ مع الانترنت والثورة الرقمية إلى آخره، استعمال ديال اللغة الإنجليزية سيتكاثر، وهذه حصلت في بلدان إفريقية أخرى كانت فرانكوفونية إلى حد ما، وهذا تطور طبيعي يعني حصل في بلدان عربية قبل منا. فهاد النقاش هذا يعني بغض النظر الآن حاليا على التوتر اللي كاين في علاقة ما بين المغرب وفرنسا والنقاشات اللي كاينة، كيفاش كتشوف هاد المطالبة اللي كنلقاوها أحيانا في مجموعة سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعة ديال الهيئات الثقافية والسياسية في المغرب اللي كتطالب بأنه تعويض اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في التعليم، في الثقافة، في الكتابة، في وسائل الإعلام إلى آخره؟ كيفاش كتشوف هاد المطالبة بإلغاء الفرنسية وتعويضها أعتقد أنه زعما يمكن نفرض تعويض لغة بلغة ولا يكون قرار هكا إداري اللي كيفرض لغة في بلاصة لغة. الأمور لا يعني الأمور الثقافية لا تسير وفق الهوى ديال الأشخاص ولا ديال مجموعة أشخاص. حضور اللغة الإنجليزية اليوم لا أحد قرره، طبيعي يعني طبيعي تلقائي، هذا المجتمع كيختار اختياراته الطبيعية باش يمشي نحو لغة معينة. وكاين هناك صعود ديال لغات الشرق الأقصى مثلا، كثير من الشباب بدا كيتعلم اليابانية، بدا كيتعلم الكورية، بدا كيتعلم الصينية، فأيضا هذا أيضا سيتزايد. فلذلك لا أعتقد أن مثل هذه المطالبات عندها زعما شي وقع في الواقع العملي. اللي غادي يحصل هو أن التعدد سيستمر، ولا أحد سيوقف التعدد اللغوي في المغرب، لأنه أولا هو جزء من تاريخنا، وهكذا عاش به المغاربة منذ زمن. ينسى المغاربة بأن في العهد الروماني يعني النخبة الأمازيغية كانت تتكلم اللغة اللاتينية وكانت تتكلم اللغات الأخرى، وظلت الأمازيغية دائما حية وتتعامل مع اللغات التي تأتي. يعني من طبيعة المغاربة لا جوكستابوزيسيون، تراكم المكاسب وليس إقصاء مكسب من مكسب. وهذا أي واحد تأمل مزيان تاريخ المغرب والحضارة المغربية سيجد أنه جاء الصالون الرومي وجاء حتى الصالون البلدي وجاء إلى آخره. هاد التراكمات من طبيعة المغاربة وعملوا بها على مر التاريخ، مش جديد يعني. ما يتعلق بالكتاب والثقافة في المغرب، يعني كنعرفوا أن المؤسسة ديالكم كتنشر تقريبا سنويا واحد التقرير حول الكتاب والطباعة بالمغرب، ما هو وضع الكتاب الآن حاليا في المغرب؟ وضع ينتعش شيئا فشيئا، وقد أتينا إليه متأخرين كما أتينا للتعليم وتعميم التعليم بطبيعة الحال، لأن يمكن أن نؤرخ لميلاد الناشر الحديث في المغرب في الثمانينات، وهو جد متأخر بالنسبة للبناني ولا المصري ولا البلدان أخرى. يعني الهوامش مثل بلدان الخليج والمغرب وصلوا إلى الطباعة والنشر في وقت متأخر، ولكن لا يعني أن كنا ننشروا حتى 1500 كتاب ولا 2000 كتاب في السنة، يعني تقريبا ما بين 1500 و2000 كتاب سنويا، إلى 2000 سنة. رقم ضعيف جميع جداً. هو ضعيف بالمقارنة مع ما ينشر في بلدان المتقدمة اللي انتشر فيها التعليم إلى آخره، ملي كتقارن ب 68 ألف عنوان في فرنسا رغم أن الساكنة ديالهم هي ضعف ساكنة المغرب ولا أقل، فذلك يعني أننا متأخرين جدا. ولكن هو رقم كبير بالنسبة للمغرب، حتى الحدود السبعينات كان كينشر 200 كتاب يعني. فالطفرة اللي وقعت كلها وقعت من بعد 2000، يعني اللي بدينا كنشوفوا المنشورات كثيرة إلى آخره، ولكن مازال الأفق واسع باش التطور في هذا المجال. مش عدد القراء؟ هذا صعب يتعرف في المغرب، ولا أحد الآن يمكن أن يجزم شنو، ما عندناش دراسات سوسيولوجية دقيقة على ما يسمى العادات والممارسات الثقافية ديال المغاربة، ما عندناش الأرقام ديال شحال تطبع شحال تباع إلى آخره. هذا كله لا كولتور سي مارشي نوار، يعني كل ما يتعلق بالثقافة داخل في شبه يعني سوق سوداء، ما عندناش عليها أرقام دقيقة. الشيء اللي يمكننا كنا نقدروا نعرفوا واحد الوقت هو المطبوعات بالجرائد اليومية، والأرقام حتى تقريبا التسعينات كنا كنوصل 350 ألف يوميا، وهو رقم ضعيف جدا بالمقارنة مع بلدان أخرى. واش ممكن بأنه الكتاب الرقمي يقدر يكون حل
لانه انتشار الكتاب، وخصوصا عند واحد الشرائح ديال المغاربه اللي ربما نعتقد بانها لا تقرا مثلا بحال الشباب مثلا. صار الكتاب الرقمي واش ماشي حل؟ اصبح يعني الان ملي كنسولوا في العائلات وفي الشباب، يعني القراءه الرقميه هي قراءه الان صارت سائده ومتداوله، وما يسمى تنزيل النصوص متداول، توزيع النصوص بين التلاميذ والطلبه صار متداول. لكن هل هذا يعطينا فكره عن القراءه، يعني ودرجة القراءة وحجم القراءة وكثافة القراءة إلى آخره؟ هذا هو اللي كيحتاج لدراسة دقيقة جدا باش نعرفه، واش تحول الرقمي هو تحول نوعي في ممارسة القراءة أو لا. هذه أسئلة مازال ما عندناش عليها أجوبة فعلية، لأنها لي جون كيدوزوا من نص النص وكيشوفوا غير العناوين إلى آخره. هذا أيضا من بين المخاطر ديال التحول الرقمي اللي كنعرفوه. هل هناك تحولات العلاقة ديال المغاربة بالكتاب في السنوات الأخيرة؟ تحولات يعني من ناحيه الاستهلاك، الناشرين كيقولوا باللي ما كاينش زعما ارقام خياليه في مجال الاستهلاك. اللي يقدر يكون وهو استهلاكهم المواد الرقميه ويقراوا النصوص ويقراوا الجرائد رقميا الى اخره، وهذا كان نحتاج فيه الاستطلاعات على حجم كبير. عندنا بعض الاستطلاعات اللي هي محدوده اللي كتبين باللي عند الشباب الان صارت القراءه في التليفون يعني هي المرجع الاساسي، هي المرجع الاساسي عند الشباب. كاين ايضا بان بالامور اللي تكلمنا عليها في بدايه البرنامج وفاش كنا كنتمشاو وتكلمتي على علاقتك بالبحث العلمي، وبانه في الثمانينات كانت هناك الرغبه بانك انخراط في البحث العلمي في المغرب. كيفاش كتشوف الان واقع البحث العلمي في المغرب؟ هل الوسائل المتاحه ليه هي كافيه؟ هل انصراف المغاربه والشباب خصوصا البحث العلمي هي بانها كافيه ايضا؟ كيفاش كتشوف واقع البحث العلمي حاليا في السنوات الاخيره؟ الان نتوفر على بعض المعطيات مثل البحث الشامل اللي قام به السي محمد الشرقاوي على البحث العلمي في العلوم الانسانيه والاجتماعيه، وخرج تحت عنوان ازمه الجامعه. الان نتوفر على معطيات اللي تثبت لنا باللي الوضع الحالي للبحث العلمي متازم جدا في مجالات هذه، لان مجالات العلوم الحقة نتيجه الدعم يعني الرياضيات الفيزياء ونتيجه لان لغه كونيه، دونك العلاقات ما بين الانجليزيه وما بين البحث العلمي في المغرب في مجال الطب في مجال البيولوجيا وغيرها متاحه. لكن في مجال العلوم الانسانيه اللي كتشتغل باللغه الوطنيه مثل العربيه، واللي كتشتغل على الماده اللي هي تاريخ والمجتمع وكذا، هنا عندنا يعني لا زلنا نعاني من ازمه هيكليه. البحث لا زال بحث أفراد، يعني ناس كيتعاطوا البحث بحكم يعني في مواقعهم في أماكنهم، في مواقعهم في مكانهم في شبكتهم الخاصة. الإصلاحات اللي درنا باش نخلقوا ما يسمى المختبرات ومراكز البحث لم تؤتي ثمارها، يعني بقدر ما كبرنا مجموعة البحث بقدر ما قل الإنتاج. بالعكس كانوا كينتجوا أقل لما كانوا كأكثر لما كانوا أفراد. يعني الحلول اللي تقترحت مؤخرا كانت ترقيعية ولا ترقى إلى مستوى أننا نحطوا نقلة نوعية في البحث العلمي. إضافة لهذا أن المستوى ديال طلبة الدكتوراه الآن طرح مشكلة كبيرة نتيجة مثلا الأبحاث اللي كنشوفوا دابا اللي كتصدر، وهذا كتعاني منه الجامعة وكل المؤسسات الآن مشغولة بهذا الموضوع هذا. وكاين واحد الاختيار لا سيليكسيون اللي كتوقع من الأول من الثانوي اللي كتجعل أن النجباء من التلاميذ كلهم كيدوزوا بحكم اختيارات عائلية بحكم اختيارات رياضية بحكم كيدوزوا العلوم الحقة، بحيث أن الطلبة اللي كيلتحقوا بالعلوم الإنسانية هم الطلبة اللي عندهم أقل مؤهلات ومعدلات إلى آخره. هذا كله كيجعل من أن أزمة البحث العلمي في العلوم الإنسانية معقدة جدا في المغرب، وتستلزم يعني دي زاسيز ولا شنو كنسميهم ملتقيات وطنية للتفكير في الموضوع، لأنه أصبح موضوع جدي. ولكن سي جنجر نقدر نسولك واحد السؤال، ربما بأنه مجموعة ديال الناس كيقولوا كيقول لك واحد المنطق منفعي، اش غير ربحوا في المغرب بانه بتشجعنا لعلم الاجتماع وبتشجعنا للتاريخ وبتشجعنا لدراسه الجغرافيه وتشجعنا لدراسه العلوم الاجتماعيه، اش غير ربح بانه المغرب بتشجع العلوم هذه؟
طبعا هنا كيبقى الموضوع ديال ان الناس عاده لا تدري ما هي العلاقه والوقع ديال البحث العلمي مثلا في معرفه المجتمع وثقافته وحضارته ومشكلاته الى اخره بالوقع ديالها على المجتمع. طبعا الوقع هناك الوقع الكبير ديال الراس المال البشري من اللي كيطلع المستوى ديالو. الان عندنا لوسيديو المنظمه العالميه للتعاون الاقتصادي كتعطينا كتقول لك مثلا لو ان عدد التلاميذ ديال الثانوي يطلعوا في يعني ما يسمى الاختبار بيزا يطلعوا 100% من المغاربه التلاميذ المغاربه يطلعوا ما يسمى الدرجه جوج وهي الدرجه الدنيا في السلم ديال بيزا. يعني الناتج الخام يمكن يتضاعف. يعني مستوى في الرياضيات وفي العلوم وفي الكتابة والقراءة ديال الساكنة ديال المغرب ومن الشباب لو أنه يطلع غير الدرجة جوج ماشي ثلاثة اللي هي الدرجة اللي متداولة عند الأوسيديو اللي هي الحد الأدنى يمكن تضاعف يعني الناتج المحلي الخام. فالوقع ديال الثقافة والفكر والتعليم وهذه العلوم في المجتمع كبير كبير جدا لا يرى بطبيعة الحال. ولكن تأخذ نموذج بسيط يعني عدد من المنظمات الدولية كسرت يعني مشاريعها في قضية ما يسمى كهرباء العالم القروي في المغرب وخصوصا في الجبال، وكان ضروري تدوز مجموعة بحث سوسيولوجية باش تشوف الساكنة أشنو باغا، ونتيجة ديال هذا البحث لقينا الحلول اللي سمحوا لنا بالكهرباء بسرعة فيما بعد. يعني بعد 30 سنة من التجارب التي أخفقت كان ضروري البحث العلمي تدخل على الأقل لمعرفة شنو الساكنه كتختار. يعني البريبيي في الالكتريسيتي تي انفونتي باغ لي سوسيولوج ماروكان، يعني لقاو باللي المغربي انديفيدواليست فردي وكيبغي هذا باغي يدير الضوء ديالو في شكل هذا باغي يديرو في شكل، وجدنا الحلول نتيجه الحوار ونتيجه الدراسات السوسيولوجيه. فالكثير من المجالات لو ناخذوا مثلا النقل في المدينه، لو ناخذوا الاوربانيسم العالم الحضاري والتنظيم ديالو، لو ناخذوا الكره وما يحدث في الملاعب، لو ناخذوا واحد لو كان عندنا يعني بحث علمي اجتماعي منصب على قضايا المجتمع كان ممكن كثير من المشكلات نتجاوزها بحلول علميه دقيقه اللي تعرف شنو كاين وراء الظواهر. ومادام تكلمنا على فهم المجتمع وهذه التحولات اللي كيعرفها المجتمع وبان الدور ديال العلوم الاجتماعيه، يعني كتكلموا عن العلوم الاجتماعيه يعني كما قلنا يعني بالعلم الاجتماعي الانثروبولوجيا التاريخ الى اخره، انت ايضا بانك عالم اجتماع وعالم انثروبولوجيا، شنو هي اهم التحولات المجتمعيه اللي عرفها المغرب خلال السنوات الاخيره؟ يعني بغينا بان نطلب منك واحد الصوره ديال المجتمع المغربي حاليا، شنو هي اهم التحولات اللي كتعرفها بلادنا واللي ربما احيانا ما كنحسوش بها او لا ما كنشاهدوهاش او لا كتكون عندنا فقط اشارات ليها بدون قدرتنا على الفهم ديالها؟ طبعا التحولات يمكن الواحد حدسيا يشوفها فقط يحط الصور ديال العائله ديالو من الثلاثينات الى اليوم ويشوف كيفاش اشنو اللي تغير الى اخره. حدسيا يمكن اي واحد فينا يعرف التحول اللي عرفه المجتمع المغربي، لكن عاده احنا في علم الاجتماع كناخذوا ما يسمى لي توندونس لوغ او الاتجاهات الكبرى المتحكمه في عاده كنا كنشيروا لثلاثه ديال التحولات كبرى اللي غيرت وجه المجتمع المغربي. التحول الديموغرافي اللي كنسميوه لا ترانزيسيون ديموغرافيك او يعني الانتقال الديموغرافي، والكل كيعرفوا انتقلنا من عائله الكبرى من العائله ديال سبعه الدراري وديال ثمانيه الدراري الى دابا جوج واحد، والصور العائليه كتبينها وحنايا في العائله النوويه بالمعنى الغربي، وربما غدا ممكن ان المراه المغربيه تنجب اقل من الامريكيه ماشي مستبعد ما دام المراه الايرانيه اليوم تنتج يعني عندها خصوبه ديال 1.8 1.7 اقل من المراه الفرنسيه. ف تحول ديموغرافي حسن، حنا 2.1 في الرباط كيقدر يوصل ل 1.7 يعني بحال اوروبا بحال اوروبا تقريبا ولا اليابان. فعندنا التحول الثاني وهو التحول الحضاري، يعني انتقلنا من مجتمع قروي بمعنى 90% في بدايه القرن العشرين، الان نحن في 2030 مع لا كوب دي موند غنكونوا 70% في المدينه. هذا 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 الانتقال حتى هو كان حاسم بالنسبه للمجتمع المغربي. ثم عندنا انتشار التعليم في المجتمع المغربي، كل هذا رغم مشاكله رغم كل مشاكله هو كينتج فرد جديد الى اخره. هذه التحولات كلها هي اللي كتعطي الان المجتمع المغربي تقريبا بدا كيندمج
مع بعضه نتيجة الثورة الرقمية والثورة التكنولوجية والتواصل. ولذلك الناس لما شافوا الزنزان وبداو كيتكلموا بزاف على عجلة الأطلس إلى آخره، لا يعرفون كيف كانت عجلة الأطلس في أيام زمان، يعني في الستينات والسبعينات، خصوصا بأن كانت زدتي في واحد القرية اللي في الأطلس كبير. ولذلك أنا كنت أتفق مع السيد طوزي في الاستجواب الأخير في جون أفريك لما كيشرح باللي نهائيا ما كانش الأطلس معزول، لأن اليوم المرأة في الأطلس ولا الرجل في الأطلس راه عنده التليفون ديالو كيشوف في نفس الاخبار المسائيه اللي كتشوف انت يوميا في المدينه، وكيشوف المسلسلات وكيشوف البرامج في رمضان، يعني كيعيش معاصر لك انت في المدينه. بينما في الستينات والخمسينات راه كان عالم اخر، كنا في قرون وسطى في جهه والمغرب الحديث في جهه اخرى. ربما الحديث على العزله فهو على البنيه التحتيه، يعني في البنيه التحتيه والى اخره، ولكن هذا كله كيطرح الان هذا التحول اصبح كيطرح مشكل الإدماج الواسع اللي هو المنظومة الصحية، المنظومة الاجتماعية، الشغل إلى آخره، بحيث ننتقل بمرحلة أخرى في هذا الاندماج الترابي اللي حاصل والثقافي واللغوي اللي كيحدث في المغرب، والتحولات اللي كيعيشها المغرب تستلزم هذه النقلة النوعية اللي كانت تحدثوا عليها بعد الزلزال وبعد كل هذه الأحداث اللي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة. تفاجأتي بهذيك الصور أو لا كنتي بأنك توقعتي هذيك الصور اللي شفناها ديال ذاك التلاحم ما بين المغاربة، وبأن ذاك النوع ديال العطف بعضهم على بعض، وذاك النوع ديال حتى ذاك الكرم الناس اللي ما عندهمش شو كيعطيو، تفاجأتي أو لا بنت لك بأنها عادية؟ لا نهائيا، نهائيا نعتبر أنه في صلب الثقافة المغربية، واللي عاش في جبال الأطلس كيعرف هذا الشيء، كيعرف باللي الجماعة كتشتغل كجماعة ما كتشتغلش كأفراد. يعني ما كاينش الحصاد ما كيتمش فردي، الدراس ما كيتمش فردي، الموت ما كيتمش فردي، العرس ما كيتمش فردي، الحياة جماعية. هذه من شية من المغاربة، ومادام حنا خرجنا من هذه المنظومة القروية القديمة يالله حديثا، فكنظن أن باقى فيهم هاد الشيمة وهاد الأخلاق ديال الجماعية اللي كاينة في المغرب. وثم أن أعتبر أنه الكرم يعني كان ماشي لان اخلاقنا عاليه، لان سيتي نيسيسيتي فيتال، يعني كانت ضروره، ضروره يعني التويزة والعمل الجماعي والدعم والمساعده للاخر كان ضروره حيواتيه بحكم طبيعتنا، بحكم الجغرافيا اللي كنعيشوا فيها، بحكم الخصاص، بحكم الهشاشه الاجتماعيه اللي عاشوا فيها المغاربه لقرون، كانت تتطلب هذا التعاون والتآزر المجتمعي اللي خلق عندهم من بعد قيمه، يعني اصبح من القيم ديالهم، ولكن هو قيم بالضروره وليس قيمة انتلكتويال ولا فكرية. كاين ايضا بانه مادام بقيت تكلمنا على الزنزال، وبانه كاين ايضا ديك الصور اللي شفناها ديال الساكنة ديال المنطقة بطبيعة الحال، ساكنة متضررة كتعيش واحد الوضعية صعبة، ولكن المغاربة او جزء كبير منهم يعني بانهم شاهدوا واحد النوع ديال القبول بالواقع، نوع ديال الصبر، نوع ديال الجلد، او لما ذاك المصطلح اللي كيتستخدم بشكل كبير بالفرنسية لا ريزيليونس، يعني بانك القدرة على التحمل. كيفاش شفتي هاد الامور هادي انذاك، وفي هذيك الصور اللي شفناها ديال ديك الساكنه ديال ديك المنطقه اللي رغم هول الفاجعه فهي بقات صابره ومتحمله وعندها واحد النوع ديال القبول بما وقع؟ فعلا يعني هو اللي كيعرف هذيك المنطقه، كتكلم لك مره اخرى بانك هول منطقه جبليه اللي عاشوا فيها، ولكن هذه انثروبولوجيا يمكن لك تشاهدها في مناطق اخرى من العالم بطبيعه الحال. هذا هو ربما الذي سنفتقده فيما بعد لما غنولي مجتمع حديث بمعنى الكلمه. مجتمع حديث بمعنى انه كيطلب من الدوله تحضر في وقت الازمه وازمته الشخصيه، حتى ازمه بطاله، حتى ازمه صحيه الان في فرنسا ولا في هولندا ولا في غيرها، يعني المقابل ديالك دائما هو الدوله، بمعنى ان عندك حق على الدوله في لحظه الازمه. يعني داك الشيء يكون مثلا لا قدر الله مثلا بانه في مدينه كنا نشوفوا مشاهد اخرى، كان عندي يكونوا مشاهد اخرى بطبيعه الحال، لان الموضوع مختلف، الساكنه مختلفه، القدره ديالها على التحمل ديال انواع الطبيعه والى اخره مختلفه تماما. ولذلك انا اعتقد انه هذا الصبر هو ايضا يمكن ان ينقرض في المستقبل، يعني ان ينقرض بمعنى ايجابي، بمعنى ان الناس غتولي كتطالب بحقوقها وغتولي كتطالب بالدعم، يعني يكون واجب ماشي صدقه ولا منه. وهذه ايضا من الامور اللي غادي تحدث في التحولات ديال المجتمع المغربي، وكتلاحظوها مثلا عند الشباب في المدينه، كنشوفوا ملي كيجيو للمكتبه مثلا كيفاش كيطالبوا كيفاش الى اخره، رغم انه عمل خيري هذا كله، ولكن عندهم مطالب يعني كيقولوها وكيدافعوا عليها بطبيعه الحال. اذا شنو هي بالنسبه لك الملامح ديال النموذج المجتمعي المغربي اللي كتشكل حاليا، واللي غتكون ربما ما هو المغرب سيكون عليه في السنوات المقبله، يعني بانه واحد النوع ديال التصور ديال كيفاش غيكون المجتمع؟
يعني كل الرهان واللي حتى السوسيولوجيين ما يقدروش يتكهنوا به هو يعني كنعرفوا بان التحديد خرج النموذج ديالو من اوروبا وانه خدينا منه كل البنى التحتيه ديالو من المؤسسات السياسيه الى المؤسسات الاجتماعيه الى المدينه الى كل وسائل الحياه الحديثه خديناها. لكن الى اي حد هذا الروح مثلا التضامنيه هاد المسائل اللي هو إرث تاريخي عند المغاربة وحضاري إلى أي حد يمكن يتعايش مع الحداثة بدون ما تنفيه الحداثة؟ يعني كيف النموذج الفردي غادي تخلق والأسرة النووية غادي تخلق وفي نفس الوقت تخلق معها واحد أخلاق مغربية كنشوفوها الآن في اليابان، كنشوفوا اليابان كيتعايش فيها الحداثة بنموذج ياباني متفرد إلى آخره، كنشوفوا بعض المجتمعات خدامة كتخلق واحد التركيبة ما بين قيم الحداثة وما بين موروث ثقافي. الصينيين الغوفونديك الصينيين يعني يطالبون بأنهم يمشيوا طريق أخرى اللي ما فيهاش الكثير من القيم الأوروبية وكيحاولوا ياخذوا مثلا النموذج الأوروبي الاقتصادي إلى آخره ولكن مع قيم أخرى. هل المغرب سيضع نوع تشكيلة مثلا في كأس العالم؟ بدا الغربيين كيشوفوا نموذج غريب بالنسبة لهم، واحد يعني لاعب ديال الكرة كيربح الملايين وفي نفس الوقت كيفاش كيتعامل مع الأم ديالو بحيث لم يفهموا العلاقة ما بين الأم واللاعب بالطريقة اللي كيتصوروها هما. هل هذا النموذج المغربي سيستمر؟ هل هو نموذج عابر هو أيضا وفي مرحلة انتقالية وسنصبح أوسي أوكسيدونتو كو لي زوطر؟ يعني غادي نتغربوا حتى حنا كما تغربوا الآخرين؟ هذا هو التساؤلات اللي كتطلب بحث. واش هذا الشيء هذا بانه ممكن بانه يمر بسلاسه يعني داخل المجتمع او لا غيكونوا اصطدامات داخل المجتمع المغربي ما بين توجهات مختلفه ما بين توجهات يعني بانها تريد ان تسير بشكل حديث الحداثه بانها تولي غربيه ومجتمعات وبانها رده فعل داخل المجتمع محافظه كتبغى بانها تبقى المجتمع ما يتبدلش. دائما هي لا شك انه ستحصل اختلالات ستحصل اختلافات لان الايقاع باش ماشي الطبقات الوسطى وطبقات اخرى سواء يعني في اندماجها في مجتمع الاستهلاك في اندماجها في الكثير من الاشياء الحديثه بالمقارنه مع اخرين ليس بنفس المستوى ونفس الكثافه ونفس الايقاع ولذلك كل هذا الشيء غادي يحدث يعني بلا شك يعني تجاذبات ونموذج نموذج المدونة نموذج القوانين اللي كنعملوها كتبين هذا النوع ديال التجاذبات. عامزين بانه هذا السؤال هذا يعني مادام بقاو بانه فيما يقع الان حاليا في المغرب ومحاولة فهم ما يقع هو بانه الان كاين واحد نقاش او بداية نقاش حول تعديلات ديال قانون الأسرة، كيفاش كتشوف هذا النقاش هذا وكيفاش ممكن بان الامور تاخذ المسار ديالها؟ هل سنرى ما رايناه منذ سنوات يعني تقريبا 1999 و2000 يعني بانه مجتمع مقسوم على جوج ما بين من يطالبون بإحداث تعديلات آنذاك في 1990-2000 وبأن المجتمع شفنا مجتمع مقسوم على من نصفين، كيفاش كتشوف الآن النقاش اللي ممكن يمشي في هذا الشيء ديال التعديلات ديال قانون الأسرة؟ ما يبدو لي بأنه تكرار النموذج ديال الألفية بداية الألفية صعب لأنه يعني الشروط ما بقاتش هي نفس الشروط، الحدة الإيديولوجية ديال التقاطب اللي كان ما هوش نفس الحده، خرج نموذج جديد وهو يمكن لك تختلف سور لي ريزو سوسيو يعني في وسائل التواصل الاجتماعي اختلافات كبيره جدا، لكن في الواقع الامور تسير يعني اللي ماشي ما كانش من قبل كانت الاختلاف كيبان في الشارع بينما الان موجود في تونس نموذج. تونس الان فيها حرب اهليه في وسائل التواصل الاجتماعي منذ 12 سنه لكن الامور ماشيه، الحافلات غاديين، المدرسه خدامه الى اخره. فراه وقع تحول نقله في المجتمع وفي ثقافته وفي سلوكاته اللي ربما ما انتبهناش لها وهو ان الان بدات الناس كتخرج النقاشات ديالها في الفضاء الافتراضي والواقع المجتمعي الى اخره كيستمر كيتواصل بالطريقه ديالو. لكن هذا صحي في المغرب انه في كل محطه نحاولوا نقيموا يعني المنظومة التشريعية ديالنا ونشوفوا فين هي العثرات، فين هو النقص، فين هو الثغرات، فين ما كتلائمش وفين أحيانا كتصبح عائق. أعطي فكرة فقط نموذج مؤشر. سنة 2000 كان عندنا تقريبا 29% هو نسبة المرأة النشطة في المجتمع يعني اقتصاديا المرأة اللي كتخرج المراجع.
نزلنا في الآن في سنة 2022 20 أو أقل 19، يعني إلى أي حد؟ يعني لا يمكن أن نقول بأن المغرب اقتصاديا ما تقدمش في هذه الفترة، لأننا يمكن ما نقدروش نقولوا باللي عدد المتعلمات وصاحب الفتيات اللي حصلوا على دبلومات ما كثروش بالنسبة للفترة ديال 2000. يعني كثير من المؤشرات تدل على أن المرأة اكتسبت من القدرات الكثير. لماذا سوق الشغل اليوم يعني يقاوم دخول المرأة المغربية؟ أليس للتشريعات دخل في هذا؟ أليس للعقليات دخل في هذا؟ أليس فلذلك يعني تحديد التشريعات خصوصا تلك التي تمس المساواة ما بين المرأة والرجل أصبحت ضرورة حيوية، لأنه ما بقاش فقط طرف ثقافي هوياتي إلى آخره، أصبح عندك الآن مشروع ديال رأس المال البشري خصو يدخل في الدورة الاقتصادية، وعندك كوابح اللي كتحبس هاد التطور هذا. ف يعني واحد درجة معينة من التحديد في التشريعات راه يقدر يكون في صالح المغرب وصالح الاقتصاد المغربي. مادام تكلمتي أيضا على التشريعات وبأنه كنعرفوا بأن قانون الأسرة فهو مرتبط أيضا بجانب ديني جانب فقهي، من بين التحولات ربما اللي كيعرف المجتمع المغربي واللي ربما تفاجئ أحيانا، تكلمت عليها مرات عدة في كتابات ديالك مجموعة ديال الأمور في مجموعة ديال المرات تحدث فيها، هي واحد القضية ديال ما يسمى بالفرنسية لا سيكولاريزاسيون، يعني بانه علمنه المجتمع المغربي. طبعا الحال ماشي العلمنه، لان كنعرفوا بان كلمه العلمانيه عندها واحد المعنى ربما سيء عند مجموعه ديال 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 الناس، ولكن كاين هناك ما يسمى بلا سيكولاريزاسيون، يعني علمنه المجتمع المغربي. كيفاش هذه القضيه ديال علمنه المجتمع كتم وربما بدون حتى بان الناس كيشوفوها او يردوا لها البال؟ هو الناس فقط لأنها ربطتها بالعلمانية بالمعنى الصراع اللي حصل في فرنسا، وخذت نموذج يعني محلي وعمته دار واحد الجليسمون سيمونتيك اللي وقع بأنه لا سيكولاريزاسيون مفهوم سوسيولوجي واضح باين، يعني لما انتقلوا الناس من البادية للمدينة، لما التحولات اللي وقعت في المجتمع الحديث ونشأت السوسيولوجيا اللي كتدرس المجتمع، وكتشوف باللي المنظومة الدينية اللي كانت كتنظم حياة الإنسان من اللي تيفيق حتى كينعس من اللي كيخلق حتى كيموت، هذه المنظومة الدينية بالرموز ديالها بالقوة ديالها بالمؤسسات ديالها يعني كتاخذ واحد الحجم أقل مما كانت عليه، نتيجة أنه تخلقوا مؤسسات أخرى، تخلقت مؤسسة اقتصادية، تخلقت مؤسسة فنية، المدرسة تخلقت عدد من الأشياء الكثيرة اللي كتزاحم المؤسسة الدينية في المجتمع، ورجل الدين بنفسه ولا مقسوم فيه، هو راسه هو يعني اختصاصه هو الدين، كيقرا السوسيولوجيا، كيقرا علم الاجتماع، كيتخصص في حاجه اخرى الى اخره. فهذا هو اللي كنسميوه لا سيكولاريزاسيون او علمنه المجتمع، وهذا العلمنه كتصاحب مسلسل التحديث، يعني لاحظناها في جميع مجتمعات العالم ماشي فقط الغربيه، لان كنشوفوها الان في اسيا، كنشوفوها في افريقيا، كنشوفوها في امريكا اللاتينيه. البعض يريد ان يقول باللي العلمانه يعني اختصاص غربي او يعني اكسبسيون استثناء غربي، ولكن الواقع ان عندما كدير الدراسات الكميه في جميع مجتمعات وكتلاحظها انه هو مسلسل طبيعي في المجتمع، لا يعني ان الدين سيزول من افق الانساني، الدين يجيب عن اسئله وجوديه مهمه جدا في حياه الانسان، وسيستمر كما يستمر الان في المجتمعات الحديثه، والنموذج على ذلك امريكا، ليس هناك مجتمع اكثر حداثه من النموذج الامريكي، ولكن الدين لا زال فيه مؤسسه قائمه بذاتها موجودة. بأن الرئيس يقسم مثلا إنجيل في الدورة. ما حدث عندنا احنا هو أن هذه العلمانة تظل علمانة صامتة، علمنا لا نتحدث عنها، لا ندرسها بما فيه نعيشها كفاية. نعيشها ولكن بصمت وأحيانا بذنب، يعني هذا هو الإشكال فيها، بينما هي أمر طبيعي جدا ولا تتناقض البتة مع القناعات الدينية ديال الشخص. الدليل على ذلك أن الواحد كيخدم في اللابوراتوار بقوانين وضعية علمية، كيخرج من اللابوراتوار وكيمشي لليجليس سيناغوغ ولا المسجد ما كيحدث له أي، لأن بيناتهم كاين عوالم مختلفة تماما. والغريب أن في العالم العربي تفهمت أنها نقيض الدين،
او يعني عدو سنجار بانه ما كاش مطالب ان نسولك هذا السؤال هذا، ولكن مادام بان احنا الان مادام كنتكلموا على تنظيم المغرب لكاس العالم في 2030، كيفاش كتفسر هذا المكان اللي خداتها كره القدم داخل المجتمع المغربي، وبانها بان اصبحت كتجذب المغاربه كبارهم صغارهم، وقع واحد التحول في علاقتنا بالكره، علاش هذا المكان اللي خدات كره القدم الان حاليا في المجتمع المغربي؟ هي صحيح انه في اللي حدث في قطر يعني سيمبتوم اللي بين يعني نوع من الاعراض اللي بينت الهويه المغربيه في تجلياتها الكبيره، يعني لا نجد الان مجتمع مثلا مثل المجتمع المغربي عنده جاليه تقريبا في مختلف انحاء العالم فيها المسلم فيها اليهودي فيها كذا اللي عرفت واحد التلاحم في واحد اللحظه معينه حول فريق ديال كره القدم بهذاك الحجم، يعني بين بان كاين هويه قويه، كاين منظومه قيم قويه عند المغاربه اللي كان البعض يشكك فيها، وكان واحد الخطاب هوياتي منفوخ فيه يعني مستورد عاده، بينما المغربي كان واقف الهويه ديالو من زمان، وهذه حصلت مع المصريين. يعني ليس هناك مجتمع عنده تاريخ اعمق من تاريخ المصريين، كيحفروا شويه في الارض كيطلعوا اثار عندها 3200 سنه وتلقى المصري غارق في مشكل هويه. كيف يمكن عندك مشكل هوية وأنت عندك هوية يعني غارسة جذورها في التاريخ؟ لأن أحيانا يمكن أن نبت الرعب في شخص وتخلق له إشكال هوية، بينما اللي بينت لحظة مثل هذه ولحظات أخرى في تاريخ المغرب الحديث هو أن فعلا كاينة إن كولتور كاينة ثقافة مغربية وكاينة هوية مغربية قوية، وخدات البريتكس ديال الفوتبول يعني لحظة من لحظات ديال الحياة المغربية اللي باش تبان باش تعبر على ذاتها، وكانت لحظة يعني التحام يعني قوي ما بين المغاربة في جميع أنحاء العالم، وهذا كان يعني مفاجأة سارة بالنسبة لنا جميعا. ممكن الاستثمار ديال هذه الأمور هذه اللي تكلمنا عليها ديال الهوية قوية، ممكن الاستثمار من أجل رفع مجموعة ديال التحديات اللي كنعرفوها في المغرب، لأن يعني المغرب عندنا مجموعة تحديات، التعليم، الصحة، الرأسمال البشري، التأهيل ديالو، واش ممكن هذه الهوية هذه ممكن استخدامها تماما؟ والان نحن نستخدمها بقوه، يعني اعادت الاعتبار الكثير من المشاريع والكثير من الاشياء اللي كانت بالنسبه لنا كنعتبروا بانها نحن فيها ضعاف، ولكن الان بدات كتبين بان اللحمه الوطنيه قويه، وباللي مؤسساتنا ايضا لا السياسيه ولا المجتمعيه قويه، باللي الهجره ما نقصتش من انتماء ديال المهاجرين للوطن، بالعكس استمرت ويمكن أن تستمر طويلا، يعني ماشي بالضرورة أن الناس هاجرت وغتبدل كاملة، لأن كنا كنتصوروا الجيل الثاني والثالث ربما ما يبقاش المغاربة نهائيا، بينما اتضح أن بعد الجيل الثالث والرابع الآن باقي الافتخار بالتمغربيت والانتماء للمغرب قوي، وهذا كله يدل ربما فاجئنا اللي كنا كنتصوروا بأن هذا التحديث وهذا كله غادي يغير من الهوية المغربية، بينما بان أنها قوية وعندها جذور وعندها دي غصو كما كنقولوا كبيره جدا. سي محمد الصغير جنجار، شكرا لك لقبول الدعوه، ومره اخرى كنشكرك لاستضافتنا في هذه المؤسسه هذه، يعني مؤسسه الملك عبد العزيز ال سعود. مره اخرى اذكر بان الضيف ديالنا هذا المساء في برنامج حوارات كان هو السي محمد الصغير جنجار، عالم اجتماع ونائب المدير العام لمؤسسه الملك عبد العزيز ال سعود للدراسات الاسلاميه والعلوم الانسانيه بالدار البيضاء. كنشكرك مره اخرى، تكلمنا على مجموعه ديال الامور المتعلقه بالثقافه، بالكتاب، التعليم في المغرب، بالتحولات الاجتماعيه اللي عرفتها بنادم، ممكن ايضا مشروع المجتمع او الشكل اللي سيصبح عليه المجتمع المغربي مستقبلا. شكرا للمشاهدين الكرام، كنشكر ايضا الطاقم اللي اشتغل على البرنامج، المخرج طارق الشمعاوي، وكل من اشتغل على انجاز هذا البرنامج. كنشكر المشاهدين الكرام والى اللقاء.